Hi guys, hi the university, hi the English speciality. Are you ready guys for it? Let's go. So, j'espère كامل تكونوا بيان وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو اللي فيه راح نهضروا على الجامعة or we can say especially بعض المصطلحات الجامعية الشائعة اللي انتم كطلبة جدد لازم تعرفوهم ولا كما نقولوا بالدارجة تاعنا لازم تكونوا متحلبين لهم مدوبي. Additionally راح نزيدوا نهضروا على الانجليش سبيشاليتي، يعني بما انه انا التخصص تاعي هو اللغة الانجليزية راح نزيد يعني نعطيكم معلومات على هذا التخصص. الحاجة الأولى لازم تعرفوا أنه في أي تخصص كاين مواد ثانوية ومواد أساسية واللي هما لي تيدي ولي كور. نبدأ بلي كور، هما مواد ثانوية والحضور فيها غير إجباري والمعامل تاعها يكون عبارة عن واحد أو اثنين على الأقل. أما بالنسبة للتيدي هي الأعمال الموجهة وإجباري الحضور، يعني أكثر من ثلاث غيابات يعني غير مبررة يتم الإقصاء من المادة. نمط التدريس يكون مختلف تماما عن الثانوية، يعني الأستاذ يعطيك فقط عنوان الدرس وانت ابحث، ولا يعطيك الدرس عبارة عن بوليكوب ولا عن بي دي اف ويقول لك يعني ابحث انت وحوس على الدرس وفهمه وحدك ولا علينا. ثاني شيء كي تكون في الجامعة راح تسمع مصطلحات جديدة وكاين اللي يكون يعرفهم. المهم البعض من هذه المصطلحات هي كلمة خباش، المعنى تاعها هو هذاك الإنسان اللي تلقاه يقرا الليل مع النهار ويحضر كل المحاضرات، يعني بلي تيدي بلي كو وفي الأخير يبلع العام بعشرة أو 11. لو ماجور دو برومو هو هذاك الشخص اللي يجي الأول في نهاية الفصل أو سنة في هذاك البرومو. لي موديل هما المواد، يعني هذا شيء سهل. ليلة الرعد هي هذيك الليلة اللي تجي ما قبل الاختبار وفيها الطالب يراجع جميع المواد في ليلة واحدة. لفوي هما النوادي، يكونوا يبيعوا أشياء بسيطة مثل أدوات مدرسية أو مواد غذائية، يكونوا يديروا تاني فوتوكوبي، يجيوا في الجامعة وتاني يكونوا كاينين في الإقامة الجامعية. أما بالنسبة للكوس، الكوس هو الحافلة اللي تنقل طلبة بين الكليات أو الجامعات، يكون فيها لاشين كحلة، يعني الأنثى تتحول إلى رجل في الصراع على مقعد، يعني الكوس يساوي الجري والقتال، ولكن من كثرة المعاناة في الجامعة تبقى الجامعة هي أجمل مرحلة في الحياة. لي بوليكوب الورق فاندي فانتسات ولي فاتخ راح تحتاجوهم بزاف. أما الآن نروحو نشوفو الإنجليش سبيشاليتي واش فيها. في الانجليش سبيشاليتي العالم كله لغه انجليزيه، التحدث بالعربيه ممنوع، لي بوليكوب كلها انجليزي. بلا ما نوصي جايز وجدوا لي زابليكاسيون تاع الترجمه من دروك. الاكسنت اللي يتم التدريس بها في الجزائر هي البريتن ولا البريتش اكسنت، باسكو كاين ثاني الامريكان اكسنت، ولكن في الجزائر نتعلمو بالبريتش اكسنت. في الاول الدراسه راح تكون جد جد صعبه باسكو كاين تغيير كبير من الثانويه للجامعه خاصه اللغه الانجليزيه، لكن مع مرور الفصل الاول راح تتعودوا وتعود المياه الى مجاريها. وعن نفسي انا كنت علوم تجريبيه ورحت لغه انجليزيه وراح تلقاو حالات بزاف كما هذه الحاله، ولكن الحمد لله يعني الدراسه تاعها اصبحت جد ممتعه وما كانش دراسه سهله في جميع التخصصات، ولكن مع الوقت راح تولي الدراسه جد ممتعه. وكما تعرفوا جايز الجزائر راح تتحول الى اللغه الانجليزيه والطلب عليها راح يكثر. جايز dont give up, stay strong and for more explanations follow my channel. واللي راهم يجوا عندي الانستغرام ويقولوا لي بعتينا دروس السنه الاولى نتاع اللغه الانجليزيه، انا نقول لكم انه الدروس راح تختلف من جامعه لجامعه، يعني البروغرام غير محدد، يعني الدروس اللي انا قريتهم في الجامعه تاعي مبدلين على الدروس اللي يعني تقريهم جامعه اخرى، ولكن راح تلقاو بعض الدروس المشتركه. لكن في قناتي راح تلقاو دروس ممكن انها تكون مشتركه، راح تلقاوها يعني مشروحه ومبسطه. واللي راهم يسقسيو على لي موديل راح نخلي لكم الرابط فوق الفيديو، فيه راح يكون كاين شرح نتاع المواد بشكل دقيق. دخلوا في الليان فوق اللي راح يطلع لكم في الفيديو، راح تلقاوهم كامل لي موديل نتاع اللغه الانجليزيه تخصص الساحة مشروحين. So guys, that was for today's video. Thank you so much for watching. I hope that you learned something. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وإذا كان عندكم تساؤلات ما تنسوش تخليولي في الكومنتس. Goodbye.